احنا الليلة قد بلاد العالم. حلو طول السنين نتمنى تشوفه العين واحسب بلاد بلادي بتغنى بصوت العالم. حلو طول السنين نتمنى تشوفه العين واحسب بلاد بلادي بتغنى بصوت العالم. رايحين وإلى أخبار اتحاد الكرة ومنتخبنا الوطني، حيث يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة اجتماعا غدا الثلاثاء من أجل مناقشة بعض الملفات المهمة والمتعلقة بالمنتخبين الأول والأولمبي. ومن المقرر أن يحسم مجلس اتحاد الكرة معسكر منتخب مصر والمقرر له في شهر مارس المقبل، إضافة إلى تحديد وديات الفراعنة، كما يحاول مجلس الجبلاية الاستقرار على الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي والذي يتولى المسؤولية خلال الفترة المقبلة. أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أن الجبلية تمتلك ما يقرب من 10 عروض لتنظيم مباريات ودية للفراعنة. وأضاف عبد الغني أن هناك مفاوضات مع اتحادات بشكل مباشر لخوض مباريات ودية معها. وأوضح عبد الغني أن هناك مفاضلة بين العديد من المنتخبات من أجل اختيار المناسب للفراعنة في المعسكر المقبل. أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة الحكام على أن إدارة مباراة السوبر ستكون من خلال طاقم مصري. ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر بين الأهلي والمصري يوم 13-12 يناير المقبل بملعب استاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية. وأشار عبد الفتاح إلى أنه تم الاستقرار على تعيين طاقم حكام مصري لكي يدير المباراة بين الأهلي والمصري، ورفض إسنادها لطاقم تحكيم أجنبي. لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أيمن رجب المدرب العام لفريق مصر المقاصة 8 مباريات وغرامة مالية قدرها 10,000 جنيه لقيامه بسبب حكام المباراة والتي فاز بها فريقه أمس الأحد 3-2 على الأهلي ومحاولة اقتحام غرفة خلع الملابس المخصصة لهم باستاد الجيش بالسويس. وقررت اللجنة أيضا توقيع غرامة مالية قدرها 10,000 جنيه على نادي بتروجيت لمخالفة حارس مرماه للزي المتفق عليه في الاجتماع والذي انعقد قبل مباراة فريقه أمام الإسماعيلي، ما أدى إلى تعطيلها وتعديل موعد مباراة بتروجيت والاتحاد السكندري المقررة الجمعة المقبل في الأسبوع 13 بالدوري لتقام في الساعة 7:30 مساء بدلا من الساعة 5. فاصل قصير ونعود من جديد.